هو الموضوع القصيدة ما هو موضوع طبي، موضوع العين، كل شيء العين، يعني النظرة، الزعل، الفرح، كلها تصير في العين. يعني أنا ما يقول النوم مني سن جاية خلافات. عطونا صوت كذا ما يصلح كذا، غش أبغاهم يعطونا صوت نسمع في قصة. النوم مني سن جاية خلافات. عمر مزاجه رايق، بيض الله وجهه للاخر ضيعت مره. ايه قصيد ابو عايض انا تراه. لا لا هيني دكتور وابو عايض صليت اسمع زين كله. يقول النوم مني سن جايه خلافات، ارسل عليه ولا طراله يجيني، ارسل عليه ولا حسب لي حسابات، مدري وش اللي صار بينه وبين يقفه، وعقب يقفه دخلت امتهات، احترت ما بينه وما بينه، عيني احترت ما بينهم. والله اظني اليوم بضيعها، انا ما ادري. النوم مني سن جايه خلافات، ارسل عليه ولا طراله يجيني، ارسل عليه ولا حسب لي حسابات، مدري وش اللي صار بينه وبيني، يا بعد ما بيني وبينه مسافات، ابعد يسار ورحت ابعد يمين، يقفى وعقب اقفى دخلت متاهات، احترت ما بينه وما بينه، عيني انا عيوني مشكلتهن عنيدات، انا عيوني مشكلتهن عنيدات، يقسن لا منه بدا هو يليني، يقسن لا منه بدا هو يليني، هم في خفاياهن خفى حي واموات، هو الصريح ولا يحب الانيني، يا ما الحاله من غرابيلهن بات، ويا ما انتهى وهو عليهن حزين، يا العين ادق محسبين الحسابات، وافطم من اللي يدعي انه فطيني، واصدق صدوق ما حكت من حكايات، العين لا تسدب ولا لها فطيني، واللي مشكك ينشده له الدراسات حتى يثبت مع يقينه يقيني، وانسان يبغى اثبات انا عندي اثبات، عين الفرح تضحك العين الحزين، العين فيها الاسئله والاجابات، واللي عسر فهمها لا يجيني، يروح ساسة لو معه لي سوالات، ماني بنا وياه متفاهمين، يا العين فيها الاسئله والاجابات، واللي عسر فهمها لا يجيني، يروح من عنده يروح ساكت لو معه لي سوالات، ماني بنا وياه متفاهميني، بعض الاوادم لو عيونه شويفات، ما دل راحل ولا نازليني، يمسي ويصبح بين لذه وسجاد، حاله وحال معايده الزريتيني، ولا النظر شوفات في سد شوفات نظراتهم ترجع لها الكفتين، ياخذ بها اللي ما يطبل للاصوات الواث، قال لي فالتامل مكين، يا العين تفهمها القلوب اللي ببات، اللي تبيع وتشتري فالثميني في صمتها، لو ما تحاكت حكايات ولا حكت يدر حكاها الفطيني. وسلامتك. الله 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 ما شاء الله ما شاء الله. بعذرك يا ابو عمر. يا سلام، باقي واحد تنذاري بس وسط العنها بدت. الله وجهك ما شاء الله، الله يبارك لك. ترى